مرحبا من جديد كل الأحباب المشاهدين، وصلنا بكم لآخر فقرة هذا المساء مع شركة سوداني للاتصالات ومع ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ سامير ياسين مدير بقسم التسويق. مساء الخير عليك. السلام عليكم. الله يخليك. سعيد بك كثير هذا سامر. وشركة سوداني بأنشطة الكبيرة جدا على المستوى الاجتماعي وحتى على مستوى الاجتماعي في الانترنت، ولكم نشاط كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا صفحة الفيسبوك. خلينا نتكلم كده في البداية عن الفلسفة وبداية الصفحتين والنشاطات اللي بتتم في الصفحة. هي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شركة سوداني كانت بدأت فكرة الفيسبوك في 2012. كان لقينا انه في 2012 في احصاء طلعت انه 19% من المواطنين السودانيين خاشين في الانترنت، ودي قلنا رقم كثير كبير. فقلنا نخش نعمل لنا، نحن عاوزين نعمل لنا بلاتفورم على اساس الناس تجي تتكلم فيه. في السنتين اللي فاتت دي الحمد لله يعني عندنا تيم ما شاء الله، حققنا اهداف كبيره. عندنا ناس من حول السودان وعندنا ناس من برا السودان برضو خاشين معنا في الفيسبوك، والحمد لله توفقنا ووصلنا حسا فوتنا الليله 213,000 لايك. لكن هي الفكره ما مساله اللايك بس، الفكره انه الناس بتخش وبتتكلم، الناس بتدي اراها، الناس الفكره ان احنا وي ونت تو شير فويسز. في تواصل بيحصل ما بين الشركه اكيد 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 بين الشركه وبين الناس، وبرضه بين الناس ذاتهم في الصفحه. مرات بيكون عندنا منافسات، الناس بتبارك لبعض، يعني تخيل زول خشه وسلم على الناس ترجع له 25,000 سلام عليكم. السلام. زول يكون عنده حاجه يتكلم. فال الفيلينج حقت الفيسبوك افتكر بالذات في السودان تلقوا اي زول في الشارع ماسك الفيسبوك، اي زول خاشي الانترنت بالتلفونات بالاجهزه باي حاجه. فافتكر الحمد لله توفقنا وبيجر اند بيتر ان شاء الله. تمام الحمد لله بتوفيق. وعلاقه سوداني بالرياضه طبعا معروفه جدا، يعني رعايه سوداني للدور الممتاز فعلا. لكن لكم دور ونشاط في كاس العالم او منافسات، كلمنا عنه. فعلا احنا برضو عندنا عدد المنافسات في الفيسبوك، والحمد لله توفقنا السنه دي عندنا منافسه كاس العالم. قلنا مع انه ان شاء الله كاس العالم الجاي يكون المنتخب اللي حيحضر كاس العالم، لكن احنا قلنا عاوزين 3 اشخاص يجوا من الناس اللي معانا في الفيسبوك نسافرهم للبرازيل يحضروا مباراه. فالى الان عملنا منافستين، الاولى فاز فيها اخينا هيثم وصورناه وحسا استلمنا منه الجواز. استلمنا منه الجواز وان شاء الله حنوريه حيسافر 200، وفي فرصه الليله اتقفلت ان شاء الله في الايام الجايه حنعلن الفائز منه. وفضل واحده الناس حنسافرهم ان شاء الله للبرازيل، حيقعدوا هناك اسبوع على حسابنا فندق يتفسحوا، حيتكلموا مع الناس اللي هنا في السودان جميل. البرازيل حاصل فيها شنو، وغير كذا حيحضروا مباراه اسبانيا هولندا. مباراه خطيره، اختيار رهيب. هاي فعلا 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 ففضلت فرصه واحده. اكيد عندك رغبه تشارك يا سركتي. طبعا قسما بالله يا اخي هولندا واسبانيا دي دوبره موضوع يعني بخليك تسافر والله، بس المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله 4 سنوات ثاني 4 سنوات والله لو لقينا قدرنا نجيبهم لك هنا برضه بنجيبهم. الله يديك العافيه. طبعا اللينك حقنا www.facebook/sudani في الفيسبوك. ده كلام جميل. طيب يعني عدد كبير من اللايكات، وانت تكلمتني عن انه اتخلقت علاقه جميله غير انه ما بين سوداني وعملاء وكل اللي عاملين اعجاب بالصفحه، برضو علاقه جميله اتولدت ما بين المشتركين نفسهم زي ما قلت لك السلام عليكم ويرد لك 25 وعليكم السلام. تفتكر لاي مدى ممكن هي تساهم بشكل ايجابي وكبير في انها تخلق علاقه كويسه؟ هل سوداني بتقدر تعرف انه خدمته دي وصلت للناس بالشكل اللي هي عاوزاه؟ هل بتاخذوا افكار بتاعت خدمات جديده ممكن تنزل من خلال المشاركين نفسهم في الصفحه؟ فعلا يعني حس عندنا الاوفر الاخير اللي نزل خلي عنك، اول ناس عرفوا عن الاوفر خلي عنك كان في الفيسبوك. والفيدباك انه الناس شافوا الاوفر ونزلنا لهم فيديو برضه وردوا لنا، ما فهم يخش لنا بالانبوكس يا اخوان الاوفر ده كده، انتوا قاصدين كده والله قاصدين كده. فال من ال 213,000 نحن بعدين بيجينا الفيدباك جميل،
وانستنتلي نحن بعدين بنرجع نقعد مع التيم حقنا نشوف يا اخوانا الاوفر ده ممكن نغير فيه وشنو ممكن نعدل فيه وشنو، هل في اوفر ثاني مثلا سواء حاجه للشباب في الجامعات او للتجار او الناس اللي بتسافر او في الاقاليم او في الخرطوم. الفكره انه نحن شغلنا في الفيسبوك زي اسمنا سوداني للبلد كلها، ما بس للخرطوم ما بس لإقليم، لكن الناس كلها خاشة معانا في الصفحة. زي ما قلت في مشاركين برضو وين؟ بالضبط خارج. بالضبط عندنا 20,000 مشارك في الفيسبوك من خارج السودان. ده كلام جميل. إحنا نتواصل معك لكن أستاذنك وأستاذ المشاهدين فاصل إعلاني أخير نرجع. مرحبا من جديد كل المشاهدين الأحباب، ومرحب بك أستاذ سامر ياسين مدير بقسم التسويق بشركة سوداني للاتصالات. يمكن أستاذ سامر قبل ما تجينا كان عدد اللايكات 200,000، ولما وصلت أنا قلت لنا لحد الآن ما شاء الله يعني 2013 يمكن ياسي تكون زادت كمان. أنا كنت حابة أسألك يعني قبل ما تتكلم عن العروض عن وصلتوا كيف للعدد الكبير ده، لكن بعد العروض اللي قلتها وتذاكر السفر والرحلات دي أنا كمان بديكم لايك وبسألك يعني عايزين تصلوا لوين في اللايكات وفي العروض. أولا والله نحن عندنا تيم يعني فانتاستيك تيم ماسك السوشيال ميديا وعايز أشكرهم. عندنا أخت داليا وأشرف وعلا ونهلة يعني ديل، وعندنا برضو تيم في الكول سنتر قاعدين 24 ساعة في السوشيال ميديا يتكلموا مع الناس. فالتعاون بيننا والشغل في التيم ده السبيريت حقه أفتكر ده الأوتبوت حقه اللي وصلنا ل 214 13. أخونا أشرف مثلا في رمضان الفات اخترع فكرة إنه في العيد الأضحى الفات خروفك علينا، إنه الناس تجي ونديهم خرفان يعني. فالفكرة إنه نحن حاسين بالشعب السوداني، فأي أفكارنا كلها ليهم هم وريليتد ليهم هم. جميل، وبالتأكيد العدد الكبير ده خلق علاقة طيبة بين الشركة السودانية وكل مستخدمينها. أكيد. في خواتيم اللقاء ده ونتمنى إن شاء الله نتلاقى ثاني في مساحات أكبر يا سامر. إن شاء الله. مستقبلا ما هي الخطط من الشركة السودانية ومن قسم التسويق بشكل خاص؟ والله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الفكرة إنه نحنا ما إنه بس نزيد عدد الناس الخاشين معنا، لكن إنه نحن نقدر نفهم فعلاً الناس عاوزة مننا شنو عشان نقدر نديهم الحاجة اللي هم عاوزينها، وإذا إنه نديهم محل يقدروا يتكلموا فيه أو نفهم آرائهم أو نديهم offers أو نديهم إنه العلاقة بيننا وبين المواطن السوداني اللي عنده شريحتنا تكون أقرب وأقوى. حقيقة يعني شركة سوداني تحية لها ولكل عامل بشركة سوداني، والخدمات في سوداني بقت يعني أكثر من إنها مكالمة واستقبال، بقت خدمات يعني بتمس الأسرة وبتخدمها. نحن حقيقة بنشكركم كثير. شكرا لكم، بارك الله. شكرا لك كثير أستاذ سامر ياسين. وكل مشاهدين الأحباب يمكن بفقرتنا مع سوداني انتهت أمسية اليوم، نتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا معنا في كل فقراتنا. سركتي بالتأكيد، ونتمنى إنه إحنا نكون قد وفقنا في تقديم كل ما أفادوا أمتع كل تابعونا داخل وخارج السودان. إلى أن نلتقي تقبل تحيات الفريق العام لهذا اليوم الأربعاء، في أمان الله. عبد القادر السالم لكل نسامة الريقة في قلوبنا الله علّى حلوة يا بسامة حلوة يا بسامة طالبين سلامة ما تبقى ظلامة.